واحد لازم يبقى حريص قوي هو سايق. ايه تاني يا كابتن هاني من الاجهزه اللي معاكوا والفريق واللي هو بيبقى فريق مصاحب مش بس اللي انتوا بتدخلوا الرالي؟ طبعا لازم الفريق كله يبقى طبعا كلنا بنقعد مع بعض فترات طويله حتى في الصحراء بناخد مين هم يتكونوا من ايه؟ عندنا حاليا مدير الفريق وعندنا اثنين كل عربيه ليها ميكانيكي اول وكل ميكانيكي ليه اثنين مساعدين وفي احد متخصص للوجستيات اللي هي بيتاكد ان المكان اللي هنبيت فيه يبقى كله مجهز ويبقى كل العربيات مجهزه قبل ما نوصل. يعني الفريق زي ما استاذ طارق كان بيقول تقريبا 15 واحد فغير السائقين والملاحين بيكونوا مصاحبين للسيارات في اثناء الرالي. بالظبط بالظبط. ولو في اي في اماكن معينه في خلال كل مرحله لو حصل عطل للعربيه او حاجه بيقدر الشخص المسؤول عن العربيه دي او الميكانيكي الاول بيبقى منتظر بسيارته ومعاه برضو قطع غير العربيه كلها في حاله لا قدر الله لو حصل حاجه بيقدر يعني يساعدنا على طول في خلال المرحله في اماكن معينه. طبعا ما يقدرش يخش داخل المرحله. المرحله تقريبا بتبقى 500-600 كيلو في اليوم بيبقى فيه نقطه او نقطتين يقدر حد يساعدك فيها. غير كده لازم السائق والملاح هم يعتمدوا على نفسهم ان هم يصلحوا العربيه لو حصل حاجه او لو غرزت العربيه لو اي حاجه حصلت لازم السائق والملاح هم اللي يتعاملوا. ممنوع حد يخش. لو حد دخل من بره بناخد مخالفات او يعني بنالتيز وساعتها بتبقى مشكله يعني. كابتن طارق الجزئيه عايزين نوضح للساده المشاهدين ان بنسمع ثلاث اربع عربيات عايزين نوضح ان السباق طبعا بيصطدم فيه سياره واحده لكل المراحل ولا ممكن تغيير السياره؟ هو احنا في سيارتين سياره انا بسوقها وسياره كابتن هاني بيسوقها. السيارات دي ممنوع تغيير فيها ولا الشاسيه ولا الموتور من اول السبق لاخر السبق لازم العربيه دي تفضل نفس الشاسيه ونفس الموتور. لكن قبل السبق انتوا عندكم الحريه الكامله قبل السبق ممكن واحد يعمل اللي هو عاوزه تصمموها بالشكل اللي هو طبعا هو بيحط علينا القيود كده كمان. لا هم بيحطوا علينا القيود هو الاتحاد الدولي للسيارات اللي هو الاف اي اي اللي هو برده هو برده اللي بينظم الفورمولا 1 وبينظم اي سباق في العالم في السيارات هو اللي بينظموه بيدونا يعني الريجيليشنز اللي هو الشروط عشان طبعا ما تستبعدش من السباق. بالظبط لازم كل العربيات تبقى مطابقه لهذه الشروط ولو في اي عربيه مش مطابقه لهذه الشروط ما بتسمحوش للعربيه انها تخش. نعم. فاحنا طبعا بيدونا يعني بيكتفونا ولكن لحد ما برضو طبعا يعني عربيه تفرق عن عربيه بس هو على الكل على الكل طبعا على الكل طبعا عشان يضمنوا العداله في المنافسه يعني العداله واكتر حاجه هم بيركزوا عليها هي الامان برضو هو يعني الامان بيهم يعني هو ثلاث ارباع الريجيليشنز بدايتهم معظمها حاجات امان يعني. طب احنا عايزين نتكلم في نقطة برضو مهمة جدا بس يعني بعد اذنكم بدون ذكر اسماء شركات او علامات تجارية مختلفة انتوا التمويل كل الكلام ده بيكون ازاي خاصة ان انا يعني حاسة انه هاي بادجت يعني انتوا يعني متهيألي يا كابتن هاني الموضوع ذاتي ولا الاتحاد المصري للسيارات بيساعدكم ولا في راعي ولا بتمولوا كل التجهيزات دي ازاي؟ هي البداية بتبقى عادة بتبقى ذاتية يعني بداية احنا كنا بنخش بعربيات عادية معدلة بس كانت عربيات دفع عربية معدلة فكانت لسه المصاريف مش كتير. بعد كده بنحتاج ان احنا رعاة يقدروا يعني يساعدونا في السباقات دي طبعا بتبقى مكلفة شوية فبنحتاج رعاة فحاليا عندنا رعاية من احدى البنوك والحمد لله بيساعدونا ان احنا نقدر نخش الراليات ونشارك فيها تحت اسمهم يعني. كابتن طارق الجوائز او العائد من وراء هذه السباقات مجزي او بيغطي تكلفه الصرف؟ هو مفيش عائد خالص ولما احنا بنكسب بيدونا الكؤوس اللي حضرتك شايفها دي المسله الجميله دي والكؤوس الجميله اللي موجوده والخوذه لا الخوذه حتى اللي يعني انا ألز حاجه في الموضوع ما جايبين كل ادواتهم معاهم حتى العربيه بره قدام باب السباق ان شاء الله. لا هو مفيش جايزه هو الجايزه بتبقى فعلا بس كاس وبيحيوك بس طبعا كل ما انت بتكسب اكتر كل ما بيبقى ليه تغطيه اعلاميه اقوى فكل ما الرعاه بيكونوا نفسهم ان هم يرعوك اكتر يعني. نعم. فاحنا حاليا يعني مصر الحمد لله فيها يعني بوتنشال جامد قوي ان احنا الحمد لله كل المصريين متسابقين كويسين بس طبعا اكبر عائق لينا هو العائق المادي ان احنا الاجانب بيجوا حته في العربيه بتاعتهم بتبقى ثمن عربيتنا كلها يعني وانا مش ببالغ فعلا يعني يعني السنه اللي فاتت اللي كان طالع نمره 3 الفيتيس بتاعكم بثمن عربيتي كلها فطبعا ده يعني بتبقى يعني اللي جايبه منين يعني لا ما هم من الاخر يعني فهم يعني ده طبعا بيخلي ما بيننا وما بينهم
فجوه كبيره جدا. ده اللي بيعمل الجاب او الفارق. ولكن في نفس الوقت احنا لسه بننافس ولسه بنعرف نكسبهم يعني. كابتن هاني السنه اللي فاتت في مرحله من المراحل بالعقليه المصريه كلهم. بقى بيبقى دور بيتصرف بقى المصري بيتصرف القائد بقى قائد السياره كمان وهيستغل الطرق ازاي وبيتعرف عليها ازاي والملاح اللي موجود طبعا الملاح مهم جدا طبعا. فهو اكتر عائق المصريين كل المصريين بيواجهوه هو الرعايه. أنا الحمد لله زي ما كابتن هاني قال احنا عندنا راعي ولكن لسه لازم يبقى معانا رعاه اكتر وكده عشان الواحد يقدر ينافس اقوى. ده مهم جدا اكيد. طب احنا يعني خلاص وقتنا قرب ينتهي لكن عندنا فضول الحقيقه ان احنا نعيش معاكم لحظات المغامره دي. انتوا بتبقوا مع بعض في السياره سائق وملاح وبتبدلوا ولا بتعملوا ايه؟ لا احنا كل واحد فينا ليه ملاح بتاعه كل واحد ليه سيارته وكل واحد مواقف بقى تعرضتوا ليها الصعوبات اللي بتواجهوه اكيد عالم رائع وممتع لكنه يعني مليان مغامرات ومخاطر وصعوبات ويعني احكي لنا كده لو في مواقف مريتوا بيها. طبعا كان في مواقف كتير مرينا بيها في كل السباق في مواقف كتير يمكن اصعبهم اخطرهم. يعني اصعب موقف اقدر افتكره ان كان سنه 2009 قبل سباق تحدي دي الصحراء كنت قبل السباق بيومين كنت بتمرن واتقلبت بالسياره والحمد لله صلحتها. بس اكيد في حاجات امان يعني في طبعا ما هو ده يثبت ان الامان اهم حاجه. الحمد لله صلحتها الطبيعي لما الناس تسمع اتقلبت بالسياره طبعا الحمد لله انك طلعت منها سليم. الحمد لله انا طلعت منها سليم الحمد لله والحمد لله الحته صلحها واخش السباق. العربيه ساعتها بتبقى مهمه جدا. يعني الواحد بيفكر اول ما بيحصل طب السياره بتبقى لابس حاجات معينه بتديك امان اكتر يعني الخوذه وحتى اعتقد البدله اللي بتكون زي سائق الفورمولا 1 كده ولا السياره كمان بالظبط نفس سائق الفورمولا بالظبط. حتى السنه دي عندنا حاجه جديده حتى الملابس الداخلية برضو ضد الحريق وعندنا البدلة نفسها ضد الحريق عندنا زي شراب تحت الخوذة ضد الحريق برضو شرابات تحت في الجزمة يعني شرابات برضو ضد الحريق عندنا الخوذة زي ما انتم شايفين هنا وفي كمان حاجة اسمه الهاندز ديفايس ده برضو عشان الرقبة عشان ما يحصلش في التصادم من رقبه ما تتحركش. دي طبعا خوذه مش عاديه مش زي اللي احنا بنشوفها في اي مكان يعني هي مخصصه مخصصه للسيارات وفيها يعني. كمان انتركم لان طبعا صوت العربيه جوه بيبقى عالي جدا انتركم بينك وبين الملاح بيني وبين الملاح بالظبط عشان نقدر هو يقدر يديني الاتجاهات ونقدر نكلم بعض على طول. الخوذه دي بتطلع امتى؟ يعني بالحاجات اللي فيها دي بتتحرك امتى؟ يعني الخوذه موجوده طبعا بنلبسها اول ما نبتدي السباق وطبعا تجهيزات العربيه بقى ده الحاجات اللي احنا لابسينها في بقى العربيه بقى في زي قفص حديدي بيبقى جوه ده اكتر حاجه يعني بتحمينا لان البودي العربيه مثلا عندنا فايبر فهو مش هيحمي حاجه والقفص الحديدي اللي انا بعتمد عليه في اطفاء ذاتي جوه العربيه طبعا في حزام الامان خمس احزمه امان فكل ده بيخلي الواحد يعني بيبقى ثابت جدا جوه العربيه وده اللي هو اللي بنعتمد عليه في حاله لا قدر الله حصل اي حادث. طب انت شخصيا بقى يا كابتن طارق بتبقى واكل حاجه معينه شارب حاجه معينه عشان تحافظ على التركيز لان انت بتقعد فتره طويله يعني انت شخصيا بقى بتجهز نفسك ازاي عشان تدخل الرالي؟ وانا شخصيا الحمد لله يعني طول عمري كنت رياضي فمن ناحيه الاستحمال البدني يعني ما واجهتش صعوبات لسه طبعا قاعد بيتعب طبعا بس يعني من الناحيه البدنيه من ناحيه الرياضه والاستحمال الحمد لله لغايه دلوقتي ما واجهتش مشاكل بس هي اللي انا شخصيا واجهتها كان العامل النفسي ان بتبقى يعني بتبقى صعبه انت واحد بتحارب وبتحارب وبتخش وبتقعد في الصحراء وبتواجه كل يوم مشكله وكل يوم تحلها فهو بتبقى يعني بتبقى صعبه السنه اللي فاتت لما كان حصل مشاكل لكابتن هاني وحصل مشاكل للبطل عبد الحميد ابو يوسف اللي كان معانا في الفريق برده وبقيت انا الوحيد اللي ما حصلليش مشاكل العامل النفسي ان كل الفريق بقى صب على 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 كتافي انا والملاح بتاعي ده مثلا كان عامل صعب مثلا فهو يعني هي طبعا بين العامل النفسي والعامل البدني واحد بقى يعني بيعمل رياضه وبيحضر نفسه نفسيا عشان الواحد يبقى يقدر على قد ما يقدر يحقق يعني. ان شاء الله السباق امتى؟ السباق ان شاء الله في 4 اكتوبر ان شاء الله هو هيبتدي 2 اكتوبر الفحص الفني والسباق نفسه يعني اول مرحله تبتدي 4 اكتوبر في عند اهرامات الجيزه ان شاء الله. المنافسه الاساسيه مع مين؟ المنافسه الاساسيه السنه دي هي بطوله عالم فهو يعني هي دوره من دورات بطوله العالم. كل ابطال العالم طبعا فكل ابطال العالم يعني احنا عايزين ناخد فكره كده يعني من الناس اللي جايه جامدين قوي جون لويس لاسر جاي ده بطل العالم كذا سنه ورا بعض في شركه عربيات جايه من يابان نفسهم هو مصنع نفسه هو اللي جايب العربيات بتاعته
فدولت طبعا يعني الراجل اللي بنى العربيه اللي ماشيه في الشارع هو اللي بنى عربيه السبق، فطبعا دولت برده متفوقين. هو في مثلا 10 15 اسم يعني من يعني اهم حاجه حضرتك قلت لي ان سبق يوم 4 اكتوبر ان شاء الله. هو سبق يوم 4 اكتوبر. جميل قوي ده شيء هايل. في مكان فاضي معاك ممكن نركب معاك. هو احنا الصراحه عاوزين يعني احنا الرياضه دي للاسف مش معروفه قوي في مصر، فاحنا بنحاول نعرف الناس على قد ما نقدر. ده اللي احنا هنعمله. والله لو خليتني اركب معاك اوعدك ان انا ممكن اعمل لها ترويج، لكن ان شاء الله ان احنا نكون معاكم لغايه ان شاء الله نكون معاكم. كابتن طارق بنشكرك، شكرا ليك. شكرا ليك كابتن هاني. شكرا. ويا رب يا رب وفقكم، يا رب تاخدوا مركز اول كمان بنتمنى ان شاء الله، لانه اسمه رالي الفراعنه وموجود على ارض مصر فشيء جميل، وبنتمنى لكم كل التوفيق. شباب مصري رائع بيحاول ان هو يعمل حاجه لمصر، فان شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق. ما شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا هنلتقي بالمشاغبات وزميلنا طارق رمضان، لكن بعد ما نروح لتقرير مع رمزي صالح نشوف هيقول ايه الكاميرا نايل سبورت ونرجع مره ثانيه.